كثير يشتكي اني ما اخشع وانا اقرا قران، او انه يشتكي قسوه في قلبه. اسمع الحل في كلام الله سبحانه وتعالى: افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. القلب القاسي يلين بالقرآن، العيون المتحجرة لن تنزل لن تدمع إلا مع القرآن، النفوس المتوترة لن تهدأ إلا مع كتاب الله. لكن أنت اللي تقرأ كلام الله وما تخشع، تدري ليه؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، مثل يوم من الأيام رفعت الله ودعيته وقلت: يا رب ارزقني الخشوع التام في الصلاة في قراءة القرآن. ما هو بأي خشوع، لا لا، اللهم ارزقني الخشوع التام في كل شيء. لأن يا جماعة مصيبة أن الجبل يتصدع وقلبي وقلبك ما يتحرك ولا يتأثر ولا يجي أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اسمع هذه الفائدة: ترى عدم سبب خشوعك في الصلاة قد تكون صاحب جدل. ترى اللي جادل حتى ولو بالحق يقسو قلبه ويفقد لذة الخشوع. الكثير يسأل يقول: طيب أنا أسمع كلامك الآن وأدري إن قلبي قاسي، لكن تكفى عطني حل عشان هذا القلب لي. الحل مهم من عندي، لا لا، الحل من عند الله جل جلاله. هو قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أكمل الآية: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. الله أكبر. هذا الحل الأول والأساسي. الحل الثاني لكي يلين هذا القلب، لابد أن تكون صاحب همة لخدمة هذا الدين. لأن صاحب الهمة ينفع به الله الأمة، لكن اللي ما عنده همة خلاه يروح يرقد عند أمه. ممكن البعض استغرب يقول: أحمل هم الدين يلين قلبي؟ إيه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأصلا هي ما تخرج عن أمرين: إما أن تحمل هم الدين ولا الدين يحمل همك. وأعرف أن صاحب الهمة بيسبق الأمة إلى القمة. الله يرزقنا وياكم الجنة. أخطأت في يوم قلت متى يوم من الأيام رفعت الله، استغفر الله عن هذه الكلمة. الصحيح متى رفعت يدك لله.